يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل العسل مما يقاس على الأموال الربوية لا بد فيه من التساوي والتقابض عند بيعه بجنسه؟ العسل يكال، يباع بالكيل أو بالوزن، بالكيلو، فهو يدخله الربا إذا بيع بجنسه، أما إذا بيع بالدراهم فلا إشكال في ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل إذا بيع عسل بعسل هذا يدخله الربا، لأن العسل موزون أو مكيل، وأما إذا بيع بنقود فلا بأس. نعم.